واحد بيقول لي ابنك صاحب هذا السؤال شاب من محافظة سوهاج، مؤهل عالي، وفقته أخيرا في اختيار شريكة حياتي، وإن شاء الله سوف أتقدم رسمي للخطوبة، وذلك بعد موافقة العائلتين، فبماذا تنصحني قداستكم خلال فترة الخطوبة، خصوصا انها من الواضح انها تكون طويلة نسبيا لمدة سنة يعني. اولا مبروك انك لقيت واحدة تصلح ليك وانت تصلح لها. ثانيا فترة الخطوبة هي فترة دراسة، كل واحد يشوف الطرف الاخر يتفق معه طبعا وطباعا ولا لا. لا تقضي الفترة في امور عاطفية تغمض عينيك فيها عن الواقع، انما حاول انك انت تعرف طبيعة البنت اللي بتخطبها وازاي تكونوا متفقين مع بعض، وياريت يكون لكم حياة روحية مشتركة. وايضا تكون علاقتك طيبة بالعائلة بتاعتها، لأن العلاقة مع عائلة الخطيبة تؤثر على حياة الزواج، وتشوف مين أصحابها وهل ليهم تأثير عليها كويس ولا وحش. على كل، أنا أحاول أبقى أكتب لكم مقال طويل عن فترة الخطوبة.